بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين أسقف كرسي المنوفية، وتحت إشراف ومراجعة القس أنطونيوس كاهن كنيسة ماري جرجس بشبين الكون. ماريا فون تقدم قصة حياة القديس الأنبا سرابامون أبو طرحة أسقف كرسي المنوفية 1805. جميل مرسوم. ودولية محمد علي واليا على المحروسة، عزل خرج الباشا ودولية محمد علي واليا على المحروسة. عاجبك اللي بيحصل ده يا صليب يا اخويا؟ يا عم اسحاق، يا عم اسحاق يا سجة، انا ماليش دعوة بالسياسة، يشيلوا ده يحطوا ده، هم احرار. احرار ازاي؟ مش دي المحروسه بلدنا يا صليبي يا ولدي. ايوه، امال ايه بلدنا؟ هو انا اتنكرت يعني؟ امرها هيهمك برضه. شوف يا عم اسحاق يا سج، احنا كلتنا جديه مصريين، وانا جاي من بلدنا اكل لقمه عيش وربنا خبزها لي هنا في حاره جنب حاره زويله انا ساكن، وببيع زيت السمسم والسيرج والقرطن وكنيسه العذراء في حاره زويله، أصلي وأكل لقمتي وأكل حماري وأنام في فرشتي وأحمد ربنا أنا وحماري. يعني يهزل خرشد باشا يعين محمد علي ما يهمكش؟ أنا ما قلتش كده، بس أنا اللي يهمني أن اللي يقعد في القلعة يبقى واحد من المحروسة. أيوة كده يا أخي. وما تخافش عن المحروسة، شعب مصر محصن من التراكوة والعثمانيين، لأن السيد المسيح قال في إنجيله مبارك شعب مصر، يعني المحروسة لا حيقدر عليها لا دول ولا دول. كلامك صح وكله بركة، بس محمد علي الناس بتحبه. اها، احسن من غيره. مش عاوز مية النهاردة يا صليب؟ لا يا عم اسحاق سجل، شارب ومستكفي وعندي مية في الزير. ها انا رايح بقى املى القربة واسقي الناس احسن الليل هجم. طب اسرع اسرع احسن اتمسينا وربنا يعينك، ما تجيب لك ركوبة تشيل عنك القربة اللي هتقطم ظهرك دي. منين منين يا صليب يا اخويا؟ ادي الزير وادي غطاء. زيت السير، زيت سمسم، ميه. تعالي ادخلي. حد شافك من الحاره؟ لا، ما كانش غير الراجل ابو حمار اللي مغطي وشه. دي مصيبه، مصيبه حطت على دماغي يا مساعده. اهدي بس يا بنتي وكل شيء هيبقى عالي العال. حد شافك ولا حد يعرف حاجه عنك؟ لا، انا مش هنسالك الجميل ده ابدا. انت متاكده ان ميعادك قرب؟ كلها النهارده ولا بكره. والواد اللي عمل عملته راح فين؟ وعدني بالجواز وفص ملح، اول ما حس اني حامل ما لقيتوش في البلد كلها. طب وسالتي عليه؟ دورت وسالت، ما لقيتش قدامي غيرك انت استنجد بيكي. منه لله. المهم اخلص من اللي في بطني ده. طيب عملتي حسابك في فلوس علشان الدايه اللي هتولدك؟ انا كل اللي معايا هو حتتين دهب كمانهم في ايديا، اذا احتاجنا حاجه هم مش كفايه؟ اهو كفايه كفايه يا اختي، هم يكفوا. المهم انا لما اولد هعمل ايه؟ هعمل ايه في الولد؟ تعملي ايه؟ ده ايه هتاخديه يا حبيبتي طبعا وتربيه. ربنا يسترها معاكي، ربنا يسترها معاكي يا مساعده. ايه يا حبيبتي، عاوزه ناخده واربيه ولا ايه؟ عايزه تسيبيه هنا؟ انا هتفضح في كل حته والناس عارفه اني مش متجوزه. دي مشكلتك بقى يا حبيبتي. المهم اخلص الاول واولد، بعدين ربنا يفرجها. هقوم واشوف لك الدايه اللي هتولدك، وانت بقى استريحي واستعدي وربنا يستر. Yeah.
صباح الخير يا ابونا مجار، نورت المحروسة. اهلا يا صليب، هي منورة باللي فيها. ده احنا اخدنا البركة، جاي تصلي هنا في كنيسة العذراء ام النور باب زويلة، جاي من دير الأنب أنطونيوس. صدقني يا صليب، انا اللي اخدت البركة، انا جاي من دير الأنب أنطونيوس عشان مصلحة هنا في البطرخانة عند سيدنا البابا بطرس الجوي. البطرك بتاعنا؟ وقابلته ابونا مجار؟ قابلته وقضيت المصلحة وقلت اخد البركة في كنيسة العذراء. وراجع دير الأنب أنطونيوس مات؟ راجع الدير النهاردة. بالسلامة ابونا مجار، وسلم لي على كل الرهبان اللي هناك. يوصل يوصل يا صليب. قال ابونا مجار اللي عاوز يترهبن يعمل ايه؟ يا صليب يا ولدي، الرهبنة مش سهلة. ما انا عارف. وبعدين ده اختيار من الرب، يعني لو ربنا رايد هتبقى واحد منينا في الدير. حيريد حيريد ان شاء الله ابونا مجار. طيب سلام والنعمة يا صليب. مع السلامة مع السلامة ابونا مجار. مبروك مبروك يا حبيبتي، ولد ولد. وريني وريني كده يا مساعدة، واعمل ايه بيه؟ تعملي ايه؟ تربيه طبعا، ويتربى في عز ابوه. ابوه؟ ابوه مين بس؟ ده ملوش اب. مسيره يرجع. يرجع منين بس؟ هو عمل عملته وهرب، يعني هيطلع ابن. ما تكمليش، ربنا يسر على عباد يا حبيبتي. هيتربى ازاي؟ هيتربى ازاي وانا في الحوسه دي؟ بقول لك ايه؟ نعم يا اختي. ما تخليه عندك وتربيه، وانا هدفع لك اي مصاريف انت عاوزاها. لا يا حبيبتي، انا ماليش خلق اربي عيال، وبعدين بقى انا سني كبر وما بقتش قد هدت العيال. طب دبريني دبريني اعمل ايه؟ اروح منه فين؟ اسمع، هاتي ودنك، احنا نتخلص منه. نتخلص منه؟ تخلص منه ازاي؟ نقتله؟ ولا من شاف ولا من دير. ازاي بس؟ انتي تسمعي كلامي وبس، وفي الاخر ليا الحلاوة. ليك الحلاوة من عينيا؟ اه. هاتي حتة الذهب اللي في ايدك دي وسيبيني بقى، انا هتصرف. ها جهزتي العيل؟ ايوه اهو، ده ما بيتحركش. خلاص، ما انا خلصت عليه. حرام حرام. اخرس، ما انت اللي قلتي، غطيه بقى كويس. اهو. اسمعي، زي ما قلتلك احنا هنخرج دلوقتي قدام البيت، واول ما يقرب علينا الراجل صليب بحماره تيجي راقعه بالصوت وتلمي الناس، وسيبي بقى الباقي عليا. ايه بقى الحكاية من الاول؟ يا سيادة القاضي، انا غلبان ومظلوم. يا حضرة القاضي، احنا كنا طالعين نشتري شوية حاجات للواد، زجر الحمار وقع الواد تحت رجليه، قتله موته وهو كان واقف يتفرج. يعني عايزة تقول الحمار زجر طلع لفوق خد الواد من ايد امه ونزل بيه على الارض وقعد يهرس فيه؟ ايوه يا سيادة القاضي، الواد وقع من ايدين امه. يعني الواد فط من ايد امه ورمى نفسه تحت رجلينا الحمار؟ زجر الحمار يا سيادة القاضي، وقع الواد تحت رجليه وقتله، هي دي الحكاية. مظلوم مظلوم يا حضرة القاضي. يا ام النور يا ام النور تعالي. في حد شاهد عيان من اللي واقفين؟ ايه، انا شفت. شفت؟ شفت ايه؟ شفته وهو بيوجع تحت رجلين الحمار. لا لا، انا
شفته وهو ميت. يا عالم يا عالم انا بريء. يا ام النور يا ام النور تعالي. حد تاني شاهد من الموجودين؟ ايوه ايوه اني يا سيادة القاضي. يبقى ايه قولك يا راجل؟ قولي ان انا بريء. بريء؟ يعني احنا اللي قتلناه ورميناه تحت رجلنا الحمار؟ يا ام النور يا ام النور حوشي، ما انت عارفه انا بريء. حوشي يا ام النور. بتقول ايه يا راجل انت؟ ها؟ بقول يا رب نجيني. يعني تعمل عملتك وهو عاوزه ينجيك؟ تسمح لي يا سيادة القاضي، هو فين الواد اللي قتلته بحماري؟ اهو اهو يا عيني في حضن امه، ما بيحطش منطة. هاتيه هاتيه يا ست هنا، حطيها على الترابيزة اللي قدام القاضي دي. هتعمل ايه يا راجل انت؟ هتعمل ايه في عيل ميت؟ اهو اهو قدامك يا سيادة القاضي، بص. بسم الاب والابن والروح القدس. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا راجل انت؟ فهمني. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب يا رب يسوع المسيح، جيم عبدك الميت ينطق ويقول الحقيقة، يقول مين اللي موته. يا رب يا رب يسوع ينطق الحقيقة. يا رب يا ام النور، امي والست اللي معاها خلجوني ورموني تحت رجلين الحمار. انت بريء يا عم، بريء. معجزة سامحنا يا عم، شهد نزور من كل الله. حد يقتل ضنار تلاقيها عاملة عاملة كده ولا كده. بركاتك يا راجل يا طيب يا قديس. يا راجل يا مرق. سامحنا شهدنا. يا سلام يا سلام. سامحنا يا راجل. بس انت وهو روح يا راجل براء، خد حمارك وروح. اما انت وهي، انت وهي بقى مقبوض عليكم لحين المحاكمة للقتل العمد والكذب. يلا خدوهم برا. اشكرك يا رب يسوع المسيح، باركتك يا منو، باركتك يا منو. اشكرك يا رب المجد، اشكرك يا رب يسوع المسيح. ايه يا راجل يا طيب ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ده انا اول ما قالولي جيت جاري. حصل حصل كل خير يا عم اسحاق، باطل الاباطيل، الكل باطل. شهود زور يقومون عما لم اعلم يسالونني، شهود زور يقومون عما لم اعلم يسالونني. ام النور نجتني يا عم اسحاق، ام النور نجتني، ام النور نجتني. دي المحروسه كلها بتتكلم عنك يا صليب. يا خطيتك يا خطيتك يا صليب يا خطيتك. الرب بيناديني الرب بيناديني يا عم اسحاق. صليب يا ولدي، مالك انت بتترعش كده ليه؟ انت خايف؟ الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب نوري وخلاصي ممن اخاف يا عم اسحاق. طب تعالى طب تعالى نستريح شويه وتاكل الحمار بتاعك. ايوه فكرتني فكرتني، انت مش كنت عاوز حمار يشيل القربة عنك؟ منين بس يا صليب؟ اها 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 يا عم اسحاق، الحمار اها، خد الحمار خد الحمار. وانت وهدفع لك تمنه منين؟ تمنيه يا راجل، تمنيه هديه هديه مني ليك عشان قربة الميه ما تقطمش ظهرك. خد 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 حميه واكله وخد بالك منه. ها خد شيل القربة عنك يلا. وانت رايح فين؟ ما تخافش ما تخافش يا عم اسحاق، صليلي صليلي يا عم اسحاق، صليلي يا صليب يا ولد. صليلي يا عم اسحاق يا صليب يا ابني. يا صليب صليلي. اهو سابك اهو سابك ومشي. يلا تعالى، رزق ورزقك على الله. جاي جاي لك يا ابو الرهبان، جاي لك يا ام انطونيوس، جاي لك في دير الام انطونيوس. خدني معاك خدني معاك في حضن المسيح، خدني معاك خدني معاك. الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حسن حياتي ممن ارتحل. عندما اقترب الي الاشرار لياكلوا لحمي، مضايقي واعدائي عثروا وسقطوا. ان نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمئن. واحده سالت من الرب واياها التمس، ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفع. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح التهف، أغني وأرنم
أغني وأرنم للرب، أغني وأرنم للرب، أغني وأرنم للرب، أغني وأرنم للرب. أهلا، اتفضل يا صليب. أبونا مجار، أنا سبت كل حاجة ورايا في المحروسة وجيت لك دير الأنبا أنطونيوس. زيارة؟ لا يا أبونا، أنا اللي حصلي في المحروسة خلاني أجي جري، حسيت إن ربنا بيناديني وجاي ألبي نداء. عاوز أترهبن يا أبونا مجار. عاوز تترهبن؟ طيب تعال تعال أعرفك برئيس الدير وهو يرشدك. ده بقى يا صليب، وزي ما قال لك سيدنا رئيس الدير، هتفضل تحت الاختبار، هتملى جراير الميه وتخدم الرهبان وتقدم لهم الوكل، ده مع صلاتك وصومك طبعا وربنا المدبر. انا خادم الكل هنا في دير الانبا أنطونيوس. ما تقولش كده، انت خادم الرب يا صليب. يلا يلا عشان اوريك الحته اللي هتنام فيها وتحط حاجاتك واجيب لك لقمه تاكلها. مبروك مبروك يا ابن صليب. مبروك مبروك ابن صليب. ألف مبروك يا ابن صليب. مبروك مبروك يا ابن صليب. أدي أنت بقالك مدة مش كبيرة ولبست اسكيم الرهبة واختارك رب المجد خلاص. وأنا مش هنسى وقفتك معايا يا ابونا مجار. أنت اللي... مش أنا يا ابن صليب، ده ربنا اللي اختارك وحطني في طريقك بس عشان أرشدك. الحقني يا ابونا صليب، واحد عليه روح. بس 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 سيبوه. ايه قاعد جوه ليه؟ ها عاوز تطلع ليه؟ يا مش هطلع يا صليب، مش هطلع. منطق اسمي كمان، انا اسمي زي الصليب اللي في يدي ده اللي هحرقك بيه. لا 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 يا ابونا صليب، الدير اتملى ناس من ناحية كلاتها، اللي ايده مشلولة واللي أعمى واللي كسيح. يا خطيطك يا خطيطك يا صليب، عاوزينك تصلي لهم يا ابونا صليب. أهم أهم يا ابونا صليب. ده أنا اللي محتاج صلواتهم، أنا اللي محتاج. صليب يا ابونا صليب. أنا عايز صليب يا ابونا يا ابونا صليب. سيدنا البابا بعت عاوزك النهاردة. سيدنا؟ سيدنا مين؟ سيدنا مين؟ سيدنا البابا، البابا بطرس الجولي باعت طلبك. البابا بطرس؟ عاوزني أنا؟ يا خطيتك يا صليب. ليه بس كده؟ ده البابا بطرس الجولي باعت بيقول هاتولي أبونا صليب. يا خطيتك يا خطيتك يا صليب، يا خطيتك يا صليب. أنا بعت لك يا أبونا صليب عشان كرسي المنوفية. كرسي المنوفية؟ أيوة، أسقف المنوفية تنيح وعاوزك تقبل الأسقفية. بس انا يا سيدنا. ايوه انت، انا سمعت عنك كتير يا سيدنا. ده انا يعني تواضعك ده بيخليني اتمسك بيك تقبل كرسي الاسقفيه في المنوفيه. وبعدين انا اخدت راي مجلس البطرخانه وكلهم اجمعوا عليك. علي انا؟ ايوه يا ابونا صليب. خلاص الرب اختارك. يقول الكتاب المقدس ليكن كل واحد حسب ما اخذ من موهبه يخدم بها بعضكم بعضا. اللي تشوف اللي تشوفه يا سيد. يلا ابونا صليب، ربنا يكون معاك، واستعد من الحد الجاي
هتبقى الأنبس ربامون أسقف المنوفية. مش عارف، يمكن في حاجة. شوف ده بيبص ناحية الهيكل، ده رفع ايديه لفوق. احسن يكون الانبس ربامون تعبان ولا حاجة. ده ركع قدام الهيكل، ده ربنا بيكشف له حاجة. ده قام وقف، حد يلحق الانبس ربامون. شوف بيجري الانبس ربامون. الحجو الواد وجع في البير، ابن تدرس الواد بيوجع في البير، ابن تدرس بيوجع في البير. الحجوق الحجيه من نور يا من نور، شلي مد ايدك يا من نور. الحجيه وبعدين رجلي زحلقت وجحت في البير، وانا تحت لقيت واحدة ست منورة قوي يا بوي، قعدتني على المية وطبطبت علي وسبتني ومشي. وبعدين جيت انتو طلعتوني بالحلم. رب النور يا بوي، ربنا بيتمجد في القديسين بتوعك وبيكشف لهم. يا رب النور يا قديم يا رب النور. فاضل مين يا ابراهيم؟ فاضل ست واحده انبس ربامون. مش دي اللي جوزها مات عم منور؟ لا يا سيدنا، التانيه ام كرولوس. فاضل كم شوال دقيق في مخزن الاسقفيه؟ ثلاثه. خلاص اديها شوالين. شوالين يا سيدنا؟ مش الست دي اللي عندها خمس عيال؟ ايوه سيدنا، بس مش هيبقى فاضل في الاسقفيه غير شوال دقيق واحد، مش هيكفي الاسقفيه. ربنا يبعت، وبعدين الرب هو اللي بيبارك. يلا يلا. حاضر يا سيدنا. اما المنصور بيك ما جاش ليه يحضر معانا زي كل مره؟ منصور بيه يا سيدنا اصله تعبان شويه. ماله، حصل حاجه؟ لا يا ام بسر مامون، منصور بيه بخير، لكن ابنه بيموت. يعني بقالهم يومين مستنيين يعني. لا 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 لا، واجب نزوره برضك. واجب دلوقتي يا سيدنا؟ حضر لي ركوبه وخليك انت هنا في الاسقفيه، انا هروح ازوره وارجع على طول. السكه وحشه يا سيدنا ومقطوعه وكلها جتلين قتله. ما تخافش انت، ما تخافش، حضر لي ركوبه قلت لك. شيء شيء ها، مالك مش عاوز تمشي ليه؟ شيء ها، خايف؟ بلاش، رب نوري وخلاصي ممن اخاف. ايه وقفت تاني؟ شي ها، وقف حمارك يا راجل انت، هات اللي معاك وطلعه. ايه انت مين يا ابني وعاوز ايه مني؟ هكون عايز ايه يعني؟ عايز اللي معاك. خد ادي اللي معاي. ايه ده، كيس فيه شويه عيش وفحل بصل؟ ان كنت جعان اتفضل. انت هتلك معايا ولا ايه؟ وريني ايه ده كمان. ده صليب، صليب خشب. صليب خشب؟ وين اللبس الاسود اللي انت لابسه ده والطرحه اللي على وشك دي؟ انا ابقى كاهن كنيسه يا ابني. طب انزل وريني ايه ده كمان. وريني، اوعى كده. اوعى يا ابني، سيبني، سيب الصليب. انزل هنا تعالى لي. ما تنزل ولا انت بترفع ايدك بالنبوت عليا؟ طب خلي ايدك رافعه النبوتك ده وواقفه كده، وخليك واقف مكانك. وقفت ايدي يا عم اساسا، ايديا
شيخ شيخ خليه واقف كده. يلا بقى ما تخافش، يلا امشي. ايدي يا عم يا بونو ماشي بيه. خد يا راجل يا بركة، طبت خلاص صدقني، طبت خلاص، حرم عليك. اهدي، انت رجعت تاني تسرق الناس، ايه اللي حصل؟ واحد بس يستر علي، وقف دراعك هناك اهو، الحقوه اهو ماشي هناك اهو. الله، ده الانبا سربامون ابو طرحه. يعني ما لقيتش للانبا سربامون ابو طرحه وتسرقه؟ يا سيدنا يا سيدنا سامحه يا سيدنا. هو عمل ايه؟ ما فيش، رفع يده عليا بالنبوت ويد الله منعته. طبت خلاص على دي، صدقني هشتك. هتبطل تعترض الناس وترفع يدك عليهم؟ طبت يا ابو، طبت يا عم بسر بابا، صدقني طبت على دي خلاص. طيب خلاص خلاص، رافع يدك ليه؟ خلاص نزل يدك، نزل وارمي النبوه، ما ترفعوش على حد تاني، لا انا ولا غير، فاهم؟ ايدك اتحركت يا سيدنا، ايدك يا بصر. بس خلاص يا راجل يا بركة، هات ايدك يا بصر، خلاص دوبت، صدقني مش هسرق تاني، انا عايش خدام تحت رجليك يا قديس الله. بس خلاص، كلنا خدام الله يا اخي، خلاص خلاص. يا عم صحابوني يا راجل يا بركة. ابني تعيش انت يا ابا سربامون؟ يا وضع حصل ميت يا منصور بيه من ساعتين ثلاثة، عشان كده ما قدرتش اجي اقف معاك في الاسقفية في توزيع البركة. ربنا يعزيكم ويصبركم انت وامه. كان عيان يا منصور بيه؟ شوية برد يا سيدنا، رجع اللقمة وروحه صعدت للي خلقها. وامه فين طيب عشان اعزيها؟ جوه يا انبا سربامون، اتفضل. انت جيت يا انبا سربامون؟ الانبا سربامون جاي يعزيكي. يعزيني ولا يبكيني؟ اتأخرت ليه يا انبا سربامون؟ ابني مات يا انبا سربامون. ربنا يعزيك يا بنتي ويعوضك. انت اللي صليت لي عشان ربنا يرزقني، اهو رزقني وغدو تاني. مش كده يا امي وقيم؟ وفيني وقيم بقى، ما راح عند ربنا خلاص. طيب هاتي الواد، هاتي بسم الصليب، اهو يا انبا سربامون، شوف ايه يا ولا يا وجير، انت يا ولا ايه اكده برضه، حد يزعل ابوه ويبك امه؟ ها انت يا ولا. اسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. يسوع المسيح يجيمك زي ما قام لعازر وابن ارملة نايين. وجير انت يا ولا يا ولد، قوم يا ولا. خد يا سيدي، رب عيد الواد حي. بركتك يا قديس، بركتك يا قديس الله. ايدك يا قديس الله، ايدك ابوسها، ايدك منصور بيه، منصور بيه، مش كده، مش ايدك ابوسها يا بركة ربنا، مش كده، دي نعمه ربنا، يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، مش كده يا منصور بيه، ليك يا رب، ايدك ابوسها، مش كده يا منصور بيه، ايدك ابوسها، مش انا يا بنتي، مش انا، دي نعمه ربنا يا بنتي. خدي الواد اهو معاك، ولا وجيب هتعيش انت وجيب وتعمل شكاوى كتير انت. انا بعتلك النهارده يا انبسط ربامون عشان انت راجل مبروك قديس. انا خاطئ يا سيدنا، وبتدين اكتر من حق انت، وانا غلبان قوي. اسمعني، محمد علي عنده بنت اسمها زهره باشا. بنت محمد علي بقالها مده تعبانه شويه، غالب فيها، وبعتلي عشان ازورها، وعاوزك انت لتقوم بالزياره دي. انا يا سيدنا، ده انت حبيب المسيح وخليفه ماري مرقص. يا انبسط ربامون، كل بحسب موهبته، وربنا ادالك نعمته، وانت انعمت بيها على المحتاجين. نعم الله كثيرة، وبيخص بيها قديسيه، كل حسب موهبته. لتكن إرادة الله يا سيدنا الباب. حاضر. مندوب بابا بطرس جولي، اطلب مقابلات جناب والي انبا سربامون. مندوب بابا بطرس جولي، يدخل فورا. السلام والنعمة على جناب والي مصر. اهلا اهلا راجل قديس. انا خادم الله يا جناب الوالي. انت سفير بابا كبير بطرس جولي، راجل مبروك. ربنا يبارك لنا فيك يا جناب الباشا. بابا بطرس جولي راجل مبروك، بابا اقباط مصر. انت من طرف بابا بطرس جولي
هيبقى مبروك زيه. تفضل. يزيد من أفضالك يا جناب الوالي. شوف أنبا سربامون. أيوة نعم. زهرة باشا بنت حضرتنا تعبان كتير. تشنجات، صرخات، هيجانات، يجي يتكلم يطلع صوت غليظ. مش صوت زهرة باشا بنتنا. زهرة باشا صوت رقيق ناعم، كان يغني أوبرا. دلوقتي أصوات غريبة يصدر منه. يكون إيده أم بصرة بمون. دي حاجة بسيطة جناب الوالي. بسيطة ازاي؟ دي مصيبة. ربنا الشافي يا جناب الباشا. فعلا ربنا الشافي. انت عارف أم بصرة بمون أقباط مصر أنا أعزهم كتير، وإحنا كمان نعتز بحكام مصر. يعني ممكن زهرة باشا أشفى؟ كل شيء بأمر الله يا باشا. فعلا فعلا فعلا. يلا يلا صلي من شان زهرة باشا يشفع. يا جناب الوالي لازم أشوف الأول. تشوف زهرة باشا؟ مش ممكن صلي هنا هي أشفى هناك من غير دخول الجناح بتاع حريم؟ إزاي يا باشا؟ لازم أشوف العدو اللي محوط زهرة باشا. عدو؟ أمان ربي أمان. أتفضل أتفضل قديس سربامون. فضي جناح حريم، حضرتنا قادم أنا وأنبا سربامون. حاضر جناب ولي. أهي أنبا سربامون، شوف رجل قديس سامع زهرة باشا قطع قلب حضرتنا. شايف وسامع يا باشا. عن إذنك عن إذنك أدخل يا باشا. أدخل أدخل رجل قديس. اتفضل. أرجو من الله حقق شفاء على أيديكم. زهرة باشا يا بنتي. إزاي؟ مش عاوز أشوفك. إيه يا جابة؟ أنا جاي عشانك. أي حد يجي إلا أنت. أبعد أبعد أبعد. ده جناح حريم جاي هنا ليه ليه ليه؟ ولما أنت عارف إنه جناح حريم قاعد معاهم ليه؟ أبعد أبعد الصليب ده عني أحسن حراك وحراها. أنت منين؟ مالكش دعوة بيا، أبعد عني. أنا من جهنم يا أخي. أخوك منين؟ أنت جنسك إيه؟ ماليش جنس. شيطان يعني؟ انت بتهزر معايا؟ حاك انت؟ طب باسم ربنا يسوع المسيح تخرج منها حالا. سيب زهرة باشا. مش طالع مش طالع. انا مبسوط كده. انا بقى مش مبسوط من وجودك. باسم يسوع الناصري تخرج منها من غير ما تمسها وتأذيها. هخرج من عينها. من صوب على رجلها صغير. هخرج من بقها من صدرها. منصوب على رجلها الصغير. خلاص مش خارج. هتولي شوية مية جنب الوادي. شوية مية يا بنات. لا يا جنب قديس. لا الرب يعبان. لا 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 بلاش المية هتحرق. باسم صليب يسوع المسيح اخرج منها يا ملعون. اخرج خارج اخرج خارج. بس ابعد الصليب ده عني. بعيد بس صليب يسوع المسيح بقى يأمرك. اخرج اخرج اخرج. يامان زهرة باشا. زهرة باشا ماتت. لا 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 يا جناب الوالي، زهرة باشا بس نايمة شوية. بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. اصحي يا بنتي اصحي. قومي يا زهرة قومي. زهرة باشا قومي. اصحي يا زهرة يا بنتي قومي. سلمي على جناب الوالي والد حضرتكم زهرة باشا. والدي والدي. زهرة باشا زهرة باشا بنتنا، الحمد لله على سلامتك. انت كويس؟ كويس يا والدي، بس جسمي مكسر. مين ده يا والدي؟ ده راجل قديس أنبا سربامون، سفير بابا أقباط مصر بطرس جولي، مندوب سامي. هو بيعمل ايه هنا؟ هو ده اللي شفاكي. هو عمل معجزات. كتر خيرك يا حضرت، انت راجل مبروك. البركة من عند ربنا يا زهرة. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. استريحي انتي زهرة هانم. استريحي بنتي. انا حوصل أنبا سربامون. تعال تعال رجل قديس. اتفضل.
بلغ تشكرات لبابا بطرس قولي. عن إذنك يا جناب الباشا. استنى استنى راجل قديس، خد كيس نقود ذهب. يا جناب الباشا، اللي شاف زهرة باشا يد الله وعمل الله، أنا ما تعودتش أخد أجر لعمل الله. دي هدية والي مصر لرجل قديس من أقباط مصر. خد أنبسرة مامون، هدايا ملوك مش ترد. أشكرك أشكرك يا جناب الوالي. اتفضل، احنا قلبنا كله فرح وسرور لأنك شفيت زهرة باشا، كمان انت راجل مبروك. سلام وتشكرات لبابا بطرس قولي. عفوا يا باشا، عن إذنك. بلغ تحياتي لأقباط مصر كلهم. ما فيش أي طلبات أنبسرة بامون؟ أي خدمات؟ عفوا يا باشا، لكن أولاد كنيسة ليهم بعض طلبات يعني. جميع طلبات أقباط مجابة، جميع أوامر مجابة من شان أنبسرة بامون. مع السلامة. عملت إيه بالفلوس يا أنبسرة بامون؟ وزعتها على الخدم والجنود. اسمع يا أنبسرة بامون، أنا سايب البيع وماشي، حاسس إن أيام على الأرض قربت. ربنا يبارك لنا فيك يا سيد. مش عاوز أوصيك، أنا مش عاوز خلافات، الكنيسة مش ناقصة يا ابني. تؤمر بإيه يا سيدنا؟ أنا عاوزك تقف جنب القمص داود الأنطوني. ده في الحبشة يا سيد؟ هيرجع قريب، والقمص داود الأنطوني أصلح من يتولى الكرسي المنقصي من بعدي. عاوزك تزكيه وتقف معاه، ده اختيار الرب يا أنبسرة بامون. اوعدني اوعدني يا ابني. حاضر اوعدك يا سيدنا. انا مسافر الدير وراجع بعد يومين، عاوزك تستناني هنا في البطرخانة لما ارجع. حاضر حاضر يا سيدنا. علينا يا سيدنا الأنبسرة بامون، سامحني أنا جيت لك البطرخانة كده من غير معاد. خير يا ابني، وشك مزنهر وحيبوك الدم. سيدنا سامحنا، أنا هقتل قتيل النهاردة. يا ساتر يا رب، يا ساتر حوشي يا أم النور، قتيل من ولاد المسيح. أنا متجوز بقالي مدة صغيرة، اتخانقت النهاردة أنا ومراتي ورحت الشغل، رجعت ما لقيتهاش في البيت، دورت عليها في كل حتة، بعدين عرفت انها راحت بيت من بيوت الستات الخطاه. الحقيني الحقيني يا ام النور، مين يا ابني اللي قال لك؟ واحد صاحبي شافها وهي داخله فيه. طب يا ابني اديني اوصافها واسمها وعنوان البيت اللي راحته، وتعالى لي المغربيه وربنا يدبر. ايدك ابوسها. خلاص يا ابني خلاص، روح واعمل زي ما قلت لك. الكلوباتية بتسأل عليا ليه؟ سمعت عني ولا حد دلك عليا؟ سمعت عنك ودلوني عليكي، وليا خدمة عندك. خدمة من عناية؟ أنا أصلي في الشغل منفعش، لكن خدمات وتوصيل طلبات تحت أمرك. أنا مش عاوز توصيل طلبات. يوه أنت باين عليك مش من هنا. طب ما تقلع عشان قصد الطرحة اللي على وشك دي، خلينا نتعرف. أدي الطرحة يا ستي. يا بسبتي أسيس، أنا الأنبسرة بامون أسقف المنوفية. الراجل البركة، دي سيرتك على كل لسان يا قديس. يا دي الكسوف، أول مرة يخش بيتي واحد زيك، وإن شاء الله آخر مرة. أنت تأمرني، بيتي وبناتي تحت أمرك. بيتك وبناتك لا، هي واحدة بس، بنت جديدة جاتك النهاردة. أيوة صحيح، هي جوه قاعدة تعيط وتلطم على وشها، لا انا عارفه اكلمها ولا. يعني شغلتيها ولا لا؟ لا لسه، هو انا عارفه اكلمها، لكن هيجي منها. هي تهمك؟ تهمني تهمني وتهم ناس تانية، دي ست بيت. يا راجل يا ابو الخير كله، انا فهمتك ماشي، انا عاوز اقابلها وارجعها بيتها، بس بشرط تاكل معايا لقمه عيش وملح. ماشي ماشي يا ست ليلى. حبح لك وزة يا ست ليلى، احنا في الصيام ما ناكلش وزة. ورحمة الميتين كلهم، ان ما كلت معايا الوزة ما انت شايفها. ماشي ماشي يا ست ليلى.
اذبحوا لنا وزة يا بنات. أنا جبتك هنا البطرخانة عشان نعرف نتعرف ونتكلم قبل ما جوزك ما يجي. غلطت يا سيدنا سامحني. مريم المجدلية راحت برجليها للمسيح وانت تهربي منين؟ غلطة والشيطان وزاني. احنا كل حاجة نرميها على الشيطان وعقلنا فين امال؟ طيب انا ما عملتش حاجة ولا خطيت. تسيبي بيتك وجوزك اللي ربنا حللهولك وتروحي بيت زي ده، هي دي الخطية بعينها يا بنتي. صلي لي يا سيدنا، طفت، خلي ربنا يغفر لي. ربنا يغفر لنا جميعا، والسيد المسيح ياخد بيدك ويقيم بيتك مرة تانية. يا ابونا متى. نعم يا سيدنا. خد الست دي عندك جوه وقعد فهمها شوية عن قديسات المسيح، القديسة دميانة والقديسة مارينا وغيرهم. حاضر يا سيدنا. وانتي ادخلي جوه مع ابونا متى لحد ما يجي جوزك. وهنعمل ايه يا سيدنا؟ ده لو جوزي عرف ان انا دخلت البيت ده هنبقى وقعة سودة. ادخلي جوه ما تخافيش يا بنتي، روحي مع ابونا متى وهو عارف هيعمل ايه لما جوزك يجي. عارف هتعمل ايه يا ابونا متى؟ عارف يا سيدنا. طيب خدها عندك لحد ما يجي جوزها، تدخل تقول الكلمتين اللي فهمتك عليهم. حاضر يا سيدنا. اتفضل يا ست. يا خطيتك يا سربمون، تفطر وتاكل وزة وكمان في بيت خطية؟ معلش سامحني يا يسوع، انا افطرت على وزة لكن جبت لك نعجة ضالة. ادخل يا سيدنا. الرجل اللي كان هنا الصبحية ومعاه واحد تاني. خليهم يدخلوا. اتفضلوا. حللنا يا سيدنا. اتفضلوا يا ابني اقعدوا. هو يا سيدنا صاحب اللي شافها وهي داخله بيت ال ما تكملش. انت متاكد يا ابني انك شفتها؟ هو انا تايه عن مرات صاحبي؟ ده مرات صاحبي شايفها بعينيا، دول اللي هياكلهم الدود. ما يمكن مش هي يا ابني واحده شبهها. ازاي بقى يا سيدنا؟ انا متاكد بعينيا دول اللي هياكلهم الدود. خلاص يا سيدنا، انا عايز موافقه البطرخانه بطلاقها. ايه هو الطلاق فوضك ده؟ كل واحد يشك شويه يطلق مرته ولا ايه؟ شك ازاي بس يا سيدنا؟ ده صاحبي وشافها بعينه. ايوه ده انا اعرفها من وسط مية. يا ابني مش ممكن تهدم بيت مسيحي عشان شوية شك. لا 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 لا، شك ازاي؟ ده انا بعنيا دول اللي هياكلهم. يا اخي ما ياكلهم يا اخي، خليه ياكلهم يا اخي. استنى انا لسه ما خلصتش كلامي. حاضر يا سيد. ما جمع الله لا يفرقه انسان. ربنا لما يجمع اتنين في اسرة مسيحية تبقى راسخة زي الكنيسة، مش عشان يجي واحد زي صاحبك دي بعينه اللي هياكلهم الدود دول زي ما بيقول ويهد البيت على اللي فيه. ونفرض يا سيدي غلطت، نسامح بعضينا. الا علم. مين بس قالك ده يا ابني؟ مين قال ان شرفك اتمس؟ طب ده انا حتى مرضهاش يا ابني. واحده راحت برجليها بيت لده. ربنا هيكشف الحقيقه يا ابني. ادخل. خير يا ابونا متى. حللني وسامحني يا سيدنا. يسامحنا كلنا. النهارده جاتني واحدة ست عندها مشكلة في بيتها وعاوزانا أضيفها مدة كده يعني لغاية أزمتها ما تتحل، ونيافتك عارف البير وغطاء. وغطاء ماشي. عارف يا ابونا مت، عارف كل حاجة. يعني البيت ضيق علينا أنا والأولاد والحال يا دوب يعني. بقول يعني كنت عاوز أجيبها هنا البطرخانة ونيافتك تتصرف. ماشي هاتها يا ابونا مت، أنا هتصرف. هاتها. اتفضلي يا ست. تعالي يا بنتي تعالي. حللني يا سيدنا. مراتي دي مراتي يا سيدنا. مراتك يا راجل؟ صدقني مراتي. يعني راحت عند ابونا متى مش راحت؟ ده انا شايفها بعينيا دول اللي هياكلهم الدود. يا ريت يا اخي ياكلهم. ابقى اتاكد الاول يا صاحبه ياللي كنت هتخرب بيته. سامحيني يا مراتي. سامحني انت واغفر لي. منك لله يا اخي، بلاش، مش عايز اعرفك بعد النهارده. لا 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 لا، اذا كنت سامح مراتك يبقى تسامحه هو كمان. وانت تعال هنا لما تشوف حاجه بعينك دول اللي هياكلهم الدود دول ما تروحش تفتن وتخرب البيوت. سامحني يا سيدنا.
سامحني. يلا خدوا بعض وروح، وبكرة تعترفوا وتتناولوا من الأسرار المقدسة. ربنا يهديكم. يلا مع السلامة. سعيد. ربنا يبارك لنا فيك يا سيد. سعيد يا سيد. الخراف الضالة رجعت حظيرة. سامحني يا رب. سامحني يا سيد. ربنا ينيح روحه. ربنا ينيح روحه. بابا بطرس. ربنا ينيح روحه. حياتنا يا رب. ربنا ينيح روحه. بابا بطرس. ربنا ينيح روحه. بابا بطرس. يا سيدنا الأنبسر مأمون، فات أكثر من شهرين وكرسي الملوسية فاضي بعد نياحة البابا بطرس الجولي. وعشان كده اجتمعنا النهاردة كلنا، سعد بيه ميخائيل ويعقوب بيه نخلة وميخائيل بيه شروبيم، علشان نعرف هنعمل ايه. لان الكنيسة من قسمة دلوقتي ثلاث اقسام، ناس عاوزين الانبا يوساب اسقف جدجة، وناس عاوزين الانبا اثناسيوس اسقف ابو تيج، والتالت ابونا داود الانطوني رئيس دير الانبا انطونيوس. وانت رايك ايه يا سيدي؟ رايك يا سيدي؟ عاوزين راي. محدش هياخد الوظيفه بنفسه، بل من هو مدعو من الله كما هارون ايضا. وعاوزين رايي. ايوه سيدي. ايوه سيدي. أيوة سيد. طبعا يا سيدنا طبعا. دي وصيه البابا بطرس الجولي، حملها لي امانه وهو بين ايدين الله. ابونا داود الانطوني، هات ورقه وقلم، هات ورقه وقلم واكتب يا ابونا فيلوساوس. باسم المسيح ملك الكل، إله الكل، راعي الكل، أزكي أنا الأنبا سربامون أسقف المنوفية وضواحيها، أبونا الجمص داود الأنطوني رئيس دير الأنبا أنطونيوس، ليتولى رعاية الشعب والكنيسة، ليجلس على كرسي ماري مرقس كاروز الديار المصرية، والرب يمد في عمره ويقويه على تحمل هذه المسؤولية. سربامون أسقف المنوفية. أرشد روح الرب الأنبا سربامون كي يختار القس داود الأنطوني، وكشف له عن مواهبه وأنه سوف يخدم شعب الله. وتمت رسامة القس داود الأنطوني تحت اسم البابا كيرلس الرابع الملقب أبو الإصلاح، البطريرك الماء وعشرة لكرسي ماري مرقس. ولما كانت نعمة الله التي خص بها هذا الأسقف الجليل الأنبا سربامون أسقف المنوفية والأب الطاهر هي موهبة إقامة الموتى وشفاء المرضى وإخراج الشياطين، فإن القديسين الذين أحبوا الله وأرضوه لا يبخل عليهم بهذه النعم على مر العصور. وفي 28 برمهارت تنيح القديس أسقف كرسي المنوفية الأنبا سربامون الملقب أبو طرحة.